بأن هنالك خطوات بلاسخارت قابلت زعامات وقيادات، تفاهمات خلف الكواليس لا نعلم ما هي القراءة، التوتر السياسي المتخفي حاليا أستاذ، إذا كان ضوء أخضر وتفاهم وأريحية برأيك راح نرجع إلى حكومة تحاصص؟ واضح إذا صار إرضاء بإبقاء هذه الحكومة وتقسيمها برأيك راحت كل المطالب وصارت محاصصة كاملة. نعم، هو إذا تسمح لي شوي أفصل بهذا الموضوع. فضل. هذا مبدأ المحاصصة أو ما تحت عنوان التوافقية، هو المسؤول الحقيقي أو الجذر الأول في الخراب السياسي الذي حل في البلد، وهو الذي استجلب مظاهر الفساد ووطد الفساد وجعله ثقافة عامة في بنية الدولة العراقية أو مؤسسات الحكومة على وجه أخص، بل حتى في بقية المؤسسات ليس الحكومة فقط، إنما جميع مؤسسات دولة نستطيع أن نقول ذلك دون تردد. هذه قضية. حاول السيد مقتدى الصدر أن يكسر يعني هذا العرف الذي ساد ل يعني العقدين، وذلك بطرح فكرة حكومة الأغلبية الوطنية. ما قبلها السيد المالكي طرح كذلك وراد. نعم إذا تسمح لي. نعم، هو حقيقة لو أن الأخوة بالتحالف بالحزب الاتحاد الكردستاني كانوا جايين للتصويت كان انحسم الموضوع وانتهت مرة حكومة الأغلبية الوطنية. لكن الموضوع خلي شوية نتحدث بصراحة، أنه السقف اللي رفعه السيد مقتدى الصدر في ظل تشابك مصالح دولية شرقية وغربية، والعنوان الذي تقدم به السيد الصدر أنه لا شرقية ولا غربية، حقيقة أثارت مخاوف وحذر شديد، يعني أدخلت جميع الأحزاب العراقية الشيعية والسنية والكردية في منطقة الحظر، كذلك أدخلت مصالح دول كبيرة